اليوم جايبالكم وصفة عجيبة هنحضرها داخل برطمان زجاجي بالشكل ده، وصفة ناسفة لدهون الكرش. من أول مرة هتلاقي بطنك بدون كرش نزلت بشكل ملحوظ، مهما كان كرشك كبير، حتى لو عندك كرمشة في بطنك وجناب هتتشال تماما، الترهلات دي مش هتبقى موجودة أبدا. هتاكلي كل اللي نفسك فيه وهتعيش حياتك بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت وزنك هينزل بشكل ملحوظ، هتلاقي فرق كبير في حجم بطنك، وهتلاقي بطنك بقت منحوتة. والناس اللي عندها مشاكل في المعدة فالوصفة دي حلوة جدا، وكمان طعمها رائع، ده غير ان ريحتها حلوة قوي، ومكوناتها كلها موجودة عندك في البيت، يعني مش هتشتري حاجة من بره. يلا بينا عشان ما طولش عليكم في الفيديو، ما تنسوش حبايب قلبي اللايك للفيديو لدعمي على تشجيعي في تنزيل المزيد من الوصفات الطبيعية. ولو انتي اول مرة تنوريني وتشوفي القناة فاهلا بيكي في قناة جمالك بالوصفة للوصفات الطبيعية المجربة. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. مكونات الوصفة بنات مكونات كلها رائعة موجودة عندك في البيت زي ما انتو شايفين. عندنا هنا هنحتاج الليمون، الليمون من اكتر الحاجات اللي بتساعد على نسف الدهون، بالاضافة ان احنا كمان هنضيف عليه المكون اللي جنبه ده زي ما انتوا شايفين، هيساعد جدا جدا في نسف الدهون، والنتيجة هتبان معاكي من الاسبوع الاول من استخدام الوصفة. اما بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة هي طريقة سهلة جدا جدا، كل علينا ان احنا هنجيب الحلة بتاعتنا وهنبدأ بإضافة المكون الاول. المكون الاول في الوصفة بتاعتنا هو مش مكون مش هيخطر على بال العفريت، بنستخدمه في الاكل بتاعنا وريحته حلوة يا بنات ورائعة، هو جوز الهند او مبشور جوز الهند، مش الزيت. احنا هنا في بعض الوصفات بنستخدم فيها زيت جوز الهند، وهو برضو زيت جوز الهند جميل جدا في التخسيس، رائع رائع رائع، بس النهاردة هنستخدم مبشور جوز الهند. هنستخدم كام؟ هنستخدم حوالي 2 معلقة من مبشور جوز الهند. اما بالنسبة للمكون الثاني هو الليمون، هنستخدم انا هنا هستخدم ليمونة كبيرة، فهستخدم يعني نص حجمها. اما انت بقى لو هتستخدمي الليمون اللي هو حجمه صغير هتستخدمي الليمون كامل. بس في نقطة مهمة، هنا هنستخدم الليمون بقشره، فمن المهم جدا غسيل الليمون جيد جدا علشان لو في أتربة او بكتيريا او كده ما يعني ما تنزلش معانا في الوصفة وما نشربهاش، فمن المهم جدا غسيل الليمون كويس جدا. وهنا هنبدأ نقطع الليمون على شكل شرائح وهنضيفه على المكون الاولاني اللي موجود في الحلة بتاعتنا. بعد إضافة المكونات بالشكل ده هنبدأ بقى ننزل عليهم ب2 كاس من المية، مية يكون كاس كبير بلاش الكاسات الصغيرة، يعني 2 كاس كبير من المية. وبعدها بقى هنبدأ نقلب المكونات جيد جدا مع بعض. واهم حبايب اهم حاجة حبايب قلبي مش بس طريقة تحضيرها، ده اهم حاجة في الوصفة هو طريقة شربها. هقولك على حاجات معينة لازم تعمليها في طريقة الشرب عشان الوصفة تنجح معاكي وتعطيكي افضل النتائج ان شاء الله. اما بالنسبة للمكون الاخير في الوصفة اللي هنضيفه هو اعواد القرفة. اعواد القرفة طبعا القرفة غنية جدا عن التعريف وغنية جدا عن ازاي بتخسس. عايزة بس اخش وبس على جوجل وابدأ اكتبه كده فوائد القرفة، سواء اعواد القرفة او القرفة على شكل بودر، فوائد القرفة للتخسيس، هتلاقوا فوائد لا تعد ولا تحصى، يعني مهما اتكلمت عنه من فوائد بجد بجد مش هوفيه حقه. فبنات من فضلكم استخدموا الوصفة بجد بنفس المقادير وبنفس طريقة الشرب، وان شاء الله هتلاقوا نتائج خيالية. بعد تقليب المكونات نضعها على درجة حرارة عالية، ومع تقليب المكونات وتخطيط المكونات يعني نتركها لمدة 5 دقايق الى ان يتغير لون المية ويصبح لونه مائل الى الاصفر. بعدها نبدأ بقى نصفي المكونات، وتقدروا تصفوها وتضعوها في برطمان زجاجي وتحتفظوا بالوصفة دي. الوصفة دي صالحة لمدة 3 الى 4 ايام بالكتير، بس من المهم جدا تحتفظوا بيها في برطمان زجاجي ويوضع في مكان بارد، يعني بلاش يوضع في الحر لانه هتفسد المكونات. طبعا يفضل ان هو يتحط في التلاجة يكون افضل واحسن.
ومن الضروري من الضروري اهم حاجة انكم تحتفظوا بيها في برطمان زجاجي مش برطمان بلاستيك. اما بالنسبة لليمون فهو يحتوي على فيتامين سي ومواد هايلة جدا بتعمل على تفتيح ونضارة البشرة. يعني الوصفة دي من الوصفات مش بس اللي هي بتخسس، دي كمان بتدي نضارة للبشرة، لان في ناس كتير للأسف بتستخدم وصفات وبالتالي بيبدأ ينزل وزنها، بس بيبان على وشها البهتان وانها خسة وعدم الصحة كده وعدم النضارة. لكن الوصفة دي عكس كل الوصفات، الوصفة دي بتدي نضارة وتفتيح الوجه بسبب فيتامين سي اللي موجود في الليمون، بالإضافة طبعا للقرفة، بالإضافة كمان إلى جوز الهند. كلها مواد طبيعية، مواد رائعة تدي نتيجة إن شاء الله مع الاستمرار ومع استخدام الوصفة هتلاقي نتائج حلوة جدا، والنتيجة هتبان معاكي من الأسبوع الأول. أما بالنسبة بقى لطريقة شرب الوصفة، الوصفة تشرب مرتين، المرة الأولى قبل وجبة الغداء بنص ساعة، والمرة التانية قبل وجبة العشاء بنص ساعة. يعني كل عليكم انكم تلتزموا بطريقة شربها دي وشربها مرتين في اليوم فقط. اما بالنسبة لحاجة مهمة قبل شربها، لازم تدفي الوصفة قليلا وتبدأي تشربيها. يعني انت لو محتفظة بيها في التلاجة تطلعيها كده تعملي على قد اللي انت هتشربيه، بس تبدأي تدفيها وتبدأي تشربي الكمية فقط اللي انت مدفيها. يعني بلاش تدفي كمية كبيرة على البوتاجاز. اتمنى تكون يعني النقطة دي وصلت لكم، واتمنى تكونوا فهمتوها جيد جدا. اما بقى بالنسبة للنتيجة او امتى هتبان النتيجة، فدي بتختلف من شخص الى اخر، يعني على حسب حجم البطن وعلى حسب هل الجسم كله زايد ولا لا. يعني لو عندك دهون بس في منطقة البطن وعندك كرش هتلاحظي النتيجة من الأسبوع الأول. أما لو الجسم كله في زيادة وفي الجسم كله في سمنة، فمع المداومة على استخدام الوصفة دي هتلاقي إن شاء الله النتيجة. ولكن بوعدكم إن الوصفة دي نتيجتها سريعة جدا، هتبدأي تخسي وهيبدأ يبان عليكي الوزن. كل طلباه منكم إنكم تقيسوا وزنكم قبل استعمال الوصفة وقبل وبعد استخدام الوصفة علشان تشوفوا النتيجة بأعينكم، والنتيجة إن شاء الله انبهار. كل اللي حواليكي فعلا هيتفاجئ من التخسيس، وهيتفاجئ إن بشرتك بقت صافية وبقت بيضة وبقت مفيهاش بهتان أبدا، فيها نضارة وتفتيح بسبب المكونات الطبيعية 100% اللي احنا مستخدمينها في الوصفة. الوصفة دي من مميزاتها إنها نتائجها سريعة جدا، كمان تقدر تستخدمها الرجال والنساء واي حد بيعاني من السمنة. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسيش مشاركة الفيديو مع غيرك.